هنروح لأول فقرات برنامج الأشبال، هنشوف أخبار الناشئين في الصحف والمواقع، وهنبتديها مع شباب الأهلي. شباب الأهلي يفوز على وادي دجلة بثلاثية وديا. شباب الأهلي يفوز على وادي دجلة بثلاثية وديا. أهداف المباراة: زياد طارق وأحمد عبد القادر وعبد الرحمن أشرف مانو. معتز إينو المدرب العام لفريق 2001: استفدنا بشكل كبير من معسكر الإسماعيلية. منتخب الشباب يفوز على الديوانية العراقي 3-2، سجل الأهداف محمد شحاتة ومحمود عبد المحسن ومحمد المغربي مدافع النادي الأهلي. حسام أشرف يعود لتدريبات منتخب الشباب وغياب حازم هاني مدافع المنصورة. منتخب الشباب يواجه بلبيس وديا الأربعاء. النني يتكفل زي ما احنا شايفين صورة الكابتن ربيع ياسين والاستعدادات لبطولة شمال أفريقيا. طبعا الكابتن ربيع ياسين استعدادات المنتخب على قدم وساق. النهارده في طبعا في تونس، النهارده رئيس الوزراء التونسي، النهارده في فرض حظر تجوال في تونس عشان انتشار فيروس كورونا. لكن استعدادات المنتخب على قدم وساق. الكابتن ربيع ياسين قال للعيبه وقال للجهاز الفني: احنا مستعدين علشان البطوله ان شاء الله في 9 نوفمبر. النهارده لما اتحاد شمال افريقيا او الاتحاد الافريقي يبعت جواب رسمي للاتحاد المصري، على اساسه نتحرك، سواء بالتأجيل أو سواء بنقل التصفيات إلى دولة أخرى، لكن إحنا مستعدين. وده شيء جيد من كابتن ربيع ياسين. النهاردة لازم يكون في تكثيف لعدد المباريات الودية خلال الفترة القادمة، وأتمنى كمان يكون في مباريات قوية. طبعا إحنا الفترة اللي فاتت انشغال الفرق بالدوري الممتاز، بالقسم الثاني، بالقسم الثالث، فالكابتن ربيع ياسين زي ما بيقولوا يعني بيتمنى إقامة مباراة ودية قوية، تكون استعداد قوي إن شاء الله للتصفيات اللي هتكون في تونس. بالمناسبة هيكون موجود في البطولة دي مصر وتونس والجزائر والمغرب. فرصنا إن شاء الله فرص كبيرة، خاصة الفرقتين هيصعدوا إن شاء الله لتصفيات كأس الأمم الأفريقية. كل الدعوات إن شاء الله للكابتن ربيع ياسين والجهاز الفني.